انت لسه النهارده فاكره ان انت ليك اخ وبتشتكي له من جوزك؟ عامل ايه طيب لما جوزك يجيب رجاله ويسهروا هنا في البيت لحد الفجر وما تقوليش ان انت كده بتحافظي على البيت؟ ده انت كده بتخرب البيت. ويا ترى جيرانكو بيقولوا عليكوا ايه؟ يا رجاله انتوا فين؟ انا وصلت البيت اهو لسه جاي من الجيم. طب اعمل ايه؟ انا غلطت فيه والله العظيم، عملت مشاكل معاك. ما قلتلوش ان انا هقول لمحمود اخويا؟ اخر ما زهقت قلت له اتصرف انت بقى مع محمود اخويا. هي دي الاصول؟ هي دي الاصول نجيب رجاله في البيت؟ عشان كده هي دي الهديه اللي انا مديها له، قلت له خلي بالك منها وحافظ عليها، يجيب صحابه ويطلب عايزين الشاي وقهوه وهم قاعدين. طب انا بقول لك على حاجه، انا عايز لما يحصل كده تاني تصوروا لي فيديو وانا لما اجي ليا حساب معاك. خلصانه؟ ومن غير سلام. اه ما تتاخروش بقى عشان انتوا عارفين ان احنا السهره بتطول. يلا ده كل يوم. مساء الخير. مساء النور. بتكلم ايه؟ صح بتكلم الناس اللي بيجوا عندنا كل يوم، انا كل يوم هقعد اقول واعيد وازيد. يا دي الناس اللي الله ده ايه ده؟ كان في حد عندنا ولا ايه؟ محمود اخويا. مين يا ابني؟ محمود اخوكي. اه كان بيعمل ايه بقى عندنا محمود اخوكي؟ جاي يقعد معانا. عامل له قهوه وزياده. بلاش ولا ايه؟ جاي اشكي له منك من تصرفاتك. اه اللي هي ايه تصرفاتي؟ تصرفاتك اللي كل يوم ما ترضيش ربنا، دي كل يوم جايب لي اصحابك يسهروا ويقعد للفجر، يرضي ربنا ده؟ هو انت مفكره ان انا الوحيد اللي بعمل كده؟ ناس كتير جدا يا بنتي بتعمل كده. مفيش حد طبيعي يعمل كده. طب اسمعي بس عشان ما نكترش مع بعض في الكلام، عشان تبقي انت فاهمه، انا هجيب اللي اجيبه وده بيتي. يعني ومحمود يعني اخوكي ملوش كلام عندنا. يعني ايه يعني ما يرضاش ربنا ده؟ مش عارف اقعد في البيت، مش عارف اخد راحتي، كل يوم سهر 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 وشرب وقرف. ده اللي عندي. يعني وما ده اللي قلتي ان محمود اخوكي اتكلم في الموضوع، انا هوريك انا هعمل معاه ايه. تعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ اه هتعمل ايه؟ لو جدع ابقى اديله خبر. طيب حاضر. انا هتصل عليه واقول له. الله رايحه فين؟ رايحه انام. والناس اللي جايين لنا دي هعمل لهم ايه؟ الناس اللي جايين لك دول؟ لا انا اعمل لهم شاي واعمل لهم قهوه واخدم عليهم. اعمل لهم انت. انا زهقت من القصه دي. انت مفكره ان انا هرضى باللي انت بتقوليه دوت؟ ولا شرع اخوك محمود ده هيمشي معايا في البيت؟ لا ده شرع ربنا، ربنا ما يرضاش اللي انت بتعمله ده، كل يوم سهر وخروج. ايه في ايه؟ هو مش بني ادم هنا في البيت؟ مش البيت ده انا بدفع له ايجار وانا اللي ماشيه بمعرفتي، وانت هنا عايشه تحت ارادتي وامري. امرك مش امر اصحابك. انت جايبني هنا ليك انت مش لاصحابك. بصي انت كلامك بقى كتير، لو انت مش عاجبك العيشه دي توكلي على الله وعايز اشوف عرض كتافك. خلاص ماشي مفيش مشكله وانا موافقه. يبقى تبعتي بقى تجيبي محمود اخوكي هيجيلك عشان يبوظها. حاضر يلا. وانا هبوظها. يلا بينا يلا 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 بينا، والشموسه طلع طلع وتسعى علينا. يلا 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 بينا، الشموسه طلع طلع. هجيب اللي بقول لكم حسن عشان كله 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 كل يوم. حبيبي سلام على الكل. احنا بقى لازم نحط عليه في البلاي ستيشن النهارده. لا احنا سبع مطشه امبارح. لا النهارده لازم احنا نغلبه اهو. الشغل هيبدا اهو. انت عليك اتنين من امبارح وانت عليك واحد اول امبارح. وصل دور جاي لكم حالا. طب ايه مفيش عشا ولا ايه؟ اجيب صواني واودي في صواني واجيب في صواني واودي في صواني، وانا هخدم الناس اللي جايه بره دي ولا الناس دي عارفه ان البيت ده ليه ست بتخدمه؟ انا جاي اخدمك انت مش هخدمهم هم، وانا قلت لك مش هعمل اي حاجه. ريح نفسك خالص من القصه دي. هنعيد القصه كل يوم واقول لك ان انت في البيت ده بتخدمي، ولا اقول لك عليها تمشيه؟ امشي عليك ليك انت لكن مش لغيرك. بصي صحابك انت اخدمهم براحتك، انا مش هخدم حد. الظاهر ان محمود اخوكي كبر الموضوع في دماغك. لا محمود مش كبر حاجه. انت المطبخ ده بتاعك النهارده، ما تخرجيش منه. كل اللي اقول لك عليه تعمليه ان شاء الله، بس مش هعمل اي حاجه. لو شاطره اللي اقول لك عليه ما تعملهوش. تمام ماشي. وبخلي محمود يكون ينفع. ماشي خلاص ماشي. وانا لازم اخلص النهارده القصه دي خالص وانهيها خالص. بس يعني انت النهارده ولازم اورر محمود كل حاجه واصوركم. طب هات بس هات بس هات. فين القهوه يا عم؟ ايوه اهي سرور. برافو عليك 10 على 10. خش بقى يا عم بقى. انا حاسس ان احنا هنعمل لك مشاكل.
حاجه اسمها مشاكل، ده بيت اخوك. ليه يا عم فين القهوه؟ ما عندكوش قهوه؟ ليه نبعت نجيب؟ يا حبيبي ده قهوه وشاي وسحلب وحلبه وينسون وكل اللي انت عاوزه يا حبيبي. العب بس يا عم، العب العب العب. اوب اوب ده خد العب انت. هلعب انا ماشي اهو. ايه يا عم انت زعلت ليه فيه؟ انا ما زعلتش، انا حاسس ان احنا هنعمل لك مشاكل. وانت من امتى جيت هنا وما تعملش معاك الصلاه؟ تعال خش العب. خش خش بس اقعد بس. طب خش بس العب، خش العب ماشي. تعال. ايوه محمود، تعالى يا محمود شوف اللي حصل دوت. برضه نفس الموال حصل تاني، وقاعدين بره ضحك ومسخره وقله ادب، وعمال يهزق فيه عشان اعمل له شاي وقهوه، مش عايز اعمل له حاجه، وصورته والبنت نايمه مش عارفه تنام، مش عارفه اعمل ايه. تعالى بقى اتصرف معاه. انا اقل من دقيقتين اتنين هكون في بيتكم. يا رب العيال دي ما تمشيش لحد ما انا اجي. سلام. عيل مش متربي. جرس بيرن، انت مستنى حد؟ مش مستنى حد، في حد يجي لحد دلوقتي؟ ايوه محمود. المنظر ده، المنظر ده مش انت اللي تقول عليه منظر، ده بيتي. يلا يا حبيبي. انت عندك حق في اللي انت هتعمله واللي انت هتقوله. انا بس ليه عندك سؤال صغير. اتفضل. عمرك صهرت سيف عندك لحد الساعة 2 بالليل؟ لا عمري، بس أنا نبهت عليه بدل المرة 2 و3، ما ينفعش نقعد في البيت لحد الساعة 12 أصلا. سمعت يا سيف؟ حقك علينا يا باشا. أنا اللي أقول ينفع وما ينفعش يا محمود. الباب ده اللي بيفتحه ويقفله أنا يا محمود، واللي أنت بتعمله مش أصول. الكلام ده لما تكون عايش لوحدك، مش معاك واحدة ومخلفة بنت وخلاص قربت تبقى عروسة. اللي أنت بتعمله ده يا ابن الناس مش أصول. الكلام ده لو هترضاه لحد من اخواتك احنا مش هنرضاه لاختنا. اه يا محمود هرضاه لحد من اخواتي. لا يبقى انت بقى المشكله فيك والعيب فيك، يبقى انت كده راجل. اخترتوني ليه من الاول يا محمود؟ ولا بتاخدوني لحم وترموني عظم يا حبيبي؟ ناخدك لحم ونرميك عظم. اه فاكر يا محمود لما انا جيت اخطب اختك وكنت بتجيب لي الشاي والحاجه الساعه وتخش عليا البلكونه تضحك وتهرب؟ عشان يا ابني، عشان وقعت في التجاره يا محمود. لا لا يا ابني ده كرم ضيافه. اه وعشان انت خطيب اختي. من امتى انت لما بتتكلم بتمسك كتفي يا محمود؟ عشان انت من سني. طب اسمع بقى يا محمود، انا اقول لك كلمتين. انا سامع وداني اهي. اتكلم. اه انت دخنت وداني اختك وفهمتها كلام ما ينفعش تفهمه، وقلت لها هطلقك من جوزك، وقلت لها هخرب بيت وهعمل وهسوي. بص يا محمود، انت يا بنتي تعال. نعم. اه فين؟ ادي تليفونك، وريني اللي انت صورته له. اسمع كده. طب بذمتك ده يرضي ربنا تخلي واحده تصور جوزها؟ يا راجل حرام عليك نفسك يا راجل. شكلك كان حلو خالص وانت قاعد وعمال تضحك وامه عامل لك قهقهه، والساعه هتخش في 2 و3 و4. بيتي في الاخر يا عم. الكلام ده لو هتقبله على بيتك احنا مش هنقبله على اختنا. انت بتتكلم يعني يا اخويا بصفه الجماعه، انت ما فاهم اللي هو بيقوله. اه ده انت بقول لك على حاجه، مش هخليك تلم شنطه النوم وتمشي، وبنته يبقى يلبسها ويغير لها ويحميها عشان انت ما كنتيش جايه بيها. اه حالك في راسك تعرف خلاصك. خربت البيت يا محمود. يلا يا بنتي توكل على الله. خط سمعت كلامه؟ ها ومن غير سلام، عشان باذن الله عمر ما يكون في بيني وبينك سلام زي سيف. هو اللي انا بعمله صح ولا اللي انا بعمله غلط؟ وايه اللي حصل لي ده؟ وقعت في شغلي وبوظت الدنيا وبقى كل هم بلاي ستيشن، وناس مش خايفه على مصلحتي، وناس بتسهر عندي، وناس لوست عرضي. هو انا المفروض كنت سمعت كلام محمود وما ضيعتش الست دي من ايدي؟ الست دي كانت نعمة فعلا، وانا هندم. انا شكلي كان هندم بعديها، بس انا ممكن اصلح الغلط، انا ممكن اصلح الغلط وابقى انسان كويس. ممكن اصلح الغلط وابقى انسان كويس وارجع كل حاجة زي ما كانت، واخلي نفسي احسن أحسن، لأن كده هي باظت ولازم أرجع الست دي. هو
اتفضل. امال محمود فين؟ محمود جوه في الاوضه بغير هدوم. ممكن تستني ثانيه واحده؟ نعم. الظاهر ان انت بتنسي كل اللعب الحلوه اللي احنا عشناها. ممكن تقولي شويه؟ انا ما نسيتش حاجه يا سيف، وانت عارف كده كويس. بصي انا عايز اقول لك ان كلام اخوكي محمود كله كان صح، وانا كنت غلطان في اللي كان بيحصل، ان انا بجيب ناس البيت وبخليهم يسهروا، بس صدقيني ده كان غصب عني. انا كنت شايف ان هي حاجه عاديه يعني، بس ادام بتزعلك انا مش هعملها تاني. اتمنى يا سيف ان انت ما تعملش ده تاني، انا مش حابه اخسر بيتي. عمر بيتك ما هتخسريه لان انت الملكه بتاعته، ويا ريت لما محمود اخوك يجي ما نتكلمش قدامه في حاجه، ونعرفه ان الموضوع خلص ونروح على طول. خلاص ماشي، انا هادي محمود. دهيلي محمود. حاضر. محمود ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا سيف؟ ايه الاخبار؟ منور يا سيف. نورك يا حبيبي. منور بيت اخوك. على فكره يا محمود انت كان عندك حق. اتفضل. كان عندي حق فيه يا سيف. وكل اللي انت قلته يا محمود، لازم 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 الانسان يغلط ويلاقي حد محترم زيك يوجهه للصح. انت كنت خايف عليا وعلى بيتي. مش هقول عشان هو بده. يا ابني انا ما كنتش عايز حد يتكلم عليك، وقبل ما حد ما يتكلمش عليك كانش حد ينفع يتكلم على اختي. صح يا محمود. محدش عارف ان دول صحابك وقاعدين بيلعبوا معاك بلاي ستيشن. صح يا محمود. كل اللي شايف ان دي ناس داخله طالعه على البيت. كل كلامك صح يا محمود. على فكره انت فوقتيني من حاجات كتير قوي خليتني ارجع ل وانا كنت حالف ان هي ما ترجع لك، بس مجرد ان احنا وصلنا البيت وانت جيت ورانا عرفت ان انت جواك حاجه حلوه. محمود وعارف ان انت مش هتكرر الموضوع ده تاني. محمود انا عايز اقول لك ان عشنا احلى ايام حياتنا وعمرنا ما هنقدر ننساه، بس صدقني يا محمود اللي انت عملته بقرر لك ان هو صح. اي نعم دي فتره من الفترات، بس دلوقتي احنا هنرجع وهنكمل بطريقه حلوه قوي. يعني في نيه ان انت تعيش كويس وتعيش مظبوط؟ في نيه ان انا في نيه تشوف شغلك؟ اه وتحلق شعرك ده؟ يا بنتي انا اخفه من الجناب بس يا محمود علي ولا يا بنتي؟ ايوه يا محمود. تعالى لا هتشيله ظلبات. نعم ماشي. سيف جاي يحل الحوار، وانا اعتبرته مجرد انه جالي في حد هنا اني لسه شريكي. اللي انت شايفه يا محمود. واللي يشتريك يشتريه، واللي يبيعك تبرعي بيه. خلاص ماشي. بقول لك قدام محمود قبل ما نمشي من البيت ده، انا عمري ما هزعلك تاني ابدا. خلاص ماشي يا سيف انا مصدقك. وشكرا يا محمود على النصائح الحلوه اللي انت قدمتها لي. ماشي يا سيف. ماشي. يلا. لو في حاجه كلميني. خلاص وان شاء الله انا عارف ان انت مش هتتصل عليا تاني. ان شاء الله. شكرا يا محمود ربنا يخليك. ماشي. الواد ده شكله هينجح ولا ايه؟